للحديث حول آخر التطورات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية ينضم إلينا الأستاذ علي ضاحي المحلل السياسي عبر سكايب من بيروت. أستاذ علي، مرحبا بك معنا في هذه النشرة. يعني إلى متى بتقديرك سيستمر هذا القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي بمعزل عن إرادة الدولة اللبنانية؟ تحياتي لك ولجميع المشاهدين. ويعني واقع يعني مستمر الحرب، طالما الحرب في غزة مستمرة، ومن الواضح تماما أن لا حلول لا سياسية ولا دبلوماسية وحتى إنسانية. ليس هناك من قرار دولي لوقف المجزرة والمذبحة في غزة، وقمة القاهرة الأمس فشلت للأسف في الوصول إلى تسوية أو هدنة أو حتى نوع من الإغاثة الإنسانية لإعادة تشغيل يعني المرافق الصحية والخدمية. للأسف الحرب مستمرة في غزة وفي لبنان أيضا. المقاومة في لبنان اليوم أنت ذكرت يعني هي بتضافر الجيش والشعب والدولة والمقاومة تعمل لصد الاعتداءات الإسرائيلية، ونحن يعني والمقاومة تعمل في منطقة عمليات محتلة. الأراضي التي تقصفها هي أراضي لبنانية محتلة وفيها مواقع إسرائيلية محتلة منذ العام 1967 وما قبل حتى. وفي تحرير العام 2000 تحرير الجزء الأكبر من الجنوب لم تتحرر هذه الأرض، بقي قسم محتل. هذا العمل بديهي ومكفول ضمن الدستور اللبناني وبيان وزاري حتى لهذه الحكومة الحالية المستقيلة. ما يجري اليوم على الجنوب هو عملية دفاع عن النفس. المقاومة تقوم بصد الاعتداءات، وأنت قبل قليل عرضت يعني تقرير عدد النازحين أصبح 5500 يعني مدني من مناطق الظهيرة ومروحين فركلة، يعني خط عمليات كبير يعني فوق 10 كيلومتر يتعرض بشكل يومي للقصف. القصف يقترب من المنازل السكنية، سقط 5 شهداء مدنيين، واليوم أيضا سقط عدد من شهداء المقاومة أصبح العدد 21 شهيدا. يعني العمليات مستمرة والدفاع عن الأرض مستمر، وهذه الحرب التي يعني نراها يعني هي ملخص عن أي حرب ستكون واسعة. ربما على ذكر الحرب يعني الواسعة أستاذ علي، هل يمكن أن تكسر قواعد الاشتباك بين الطرفين، أقصد حزب الله والجيش الإسرائيلي، أم أن الأمور ستستمر على هذا المنوال، يعني قصف متبادل بين الطرفين فقط؟ يعني حتى الساعة لأكون دقيقا وأكون يعني حتى من مصادر المقاومة وحتى من قيادة المقاومة، كل الخيارات مفتوحة على الطاولة. لا يمكنني أن أنفي أي خيار أو أؤكد أي خيار. العمليات مستمرة، الفعل ورد الفعل مستمر. الفعل هو الاحتلال، رد الفعل على الاحتلال. الدفاع عن النفس مشروع. متى تتدحرج الأمور؟ الأمر مرتبط على ما أعتقد يعني بالكيان الصهيوني ماذا يريد. يعني نحن كان معلوماتنا بالأمس يعني من مصادر فلسطينية ودبلوماسية أن العملية البرية كانت ستكون فجر أمس. يعني لماذا توقفت لا ندري. لذلك الأمر مرهون اليوم بالتوازنات الدولية، التدخل الأمريكي لإطلاق الرهائن من قطاع غزة. على الأرجح أن فرملة العملية البرية هي قرار أمريكي أوروبي لإخراج الرهائن المدنيين، وأيضا حماس على ما يبدو تريد أن تخرج الرهائن المدنيين مقابل تسهيلات إنسانية حتى يعني ملف يعني الخدمات الصحية توقفت، وهناك خطر على المسنين والجرحى والأطفال. لذلك العملية يعني في الجنوب وتوسيع العملية أعتقد أنه مرتبط بالعملية البرية في غزة. ومتى تكون هذه العملية يعني محصورة ضمن غزة، ليس هناك من تصعيد، عندما تفلت الأمور وتتوسع يعني أعتقد نحن سنكون أمام يعني ربما حرب واسعة أيضا في الجنوب. كل الخيارات مطروحة اليوم على الساحة. ولكن يعني نعم أستاذ علي، الحكومة في لبنان وأن المقاومة في لبنان، عذرا للمقاطعة، وصلت يعني الفكرة. أستاذ علي ضاحي المحلل السياسي كنت معنا عبر سكايب من بيروت، شكرا جزيلا لك.